في ساعات الليل المتأخرة أطلقت نيران على بيتي. في هذه الساعة تواجدت مع الأخ صالح حجازي قائم بأعمال الرئيس، وتتولنا مواضيع تتعلق في بلدية طمرة. كان في اتصال هاتفي من الشرطة وعلموني أنه في إطلاق رصاص، أنا ما صدقت. كان في اتصال آخر، وبعد ذلك قريت في شبكات التواصل الاجتماعي، فتركت الأخ صالح وصلت البيت ووجدت الشرطة وكل المواطنين والجيران والأهل متواجدين في بيتي، وبالفعل تم إطلاق الرصاص على البيت. بعد دقائق من إطلاق الرصاص تم إلقاء القبض على 3 متهمين، وإحنا ننتظر التحقيق من الشرطة. الحمد لله لم تكن إصابات جسدية بالمواطنين ولا في أهل البيت، وهذا هو الأهم. إطلاق النار كان على مدخل بيتي من مجهولين. أنا كرئيس بلدي الحمد لله ما عندي أعداء، وما كانش عندي أي تهديد في الآونة الأخيرة ولا حتى في أي وقت كان. فمنقول دائما إن بعض الظن إثم، لذلك نطالب الشرطة بإتمام التحقيق والوصول إلى الفاعلين.